صورة من فضلك. طريق الرئاسيات في تصور المتواضع هو الطريق الأقل طولاً، وهو الطريق الأقل مخاطرةً، وهو كذلك الطريق الأقل مشقةً لإيقاف هذه الدوامة وإخراج البلد من الأزمة الراهنة بسرعةٍ وبصفةٍ نهائية. سأعرض على الشعب الجزائري قريباً برنامج استعجال وطني، وهذا هو العنوان الرسمي لبرنامجي، ويتناول كما وضحته منذ حين هذا البرنامج الاستعجال السياسي والاستعجال الاقتصادي والاستعجال الاجتماعي من خلال تشخيص ورشات كما وضحتها من قبل ذات أولوية مطلقة. هذه هي الفكرة الأولى. والفكرة الثانية هي أن الأزمة أزمة شاملة، ولا يمكن لحل هذه الأزمة إلا أن يكون حلاً شاملاً، فلا يمكن فصل بعدها السياسي عن بعديها الاقتصادي والاجتماعي.